إن العلاقة بينكما مضطربة اضطرابا غير عادي. هو يضربك ليبعدك عن طريق السيارات وأنت ترمي بنفسك في السجن من أجله. لماذا؟ لتنقذه. أحببته مثلما أحببته ولذلك أريد أن أعلم. إن هذا الماضي يخصك وليس أنا. ربطتنا علاقة أخوية عندما كنا في الجامعة. فعلت ما في استطاعتي كي أساعده في كل ما حدث له، فضرب بهذا عرض الحائط. ربما حدث هذا الشيء لأنك ابتعدت مدة. لا تفعل هذا، هناك وسائل أخرى لإنقاذه. قدمت استئنافا من أجل قضيته. قلت لك لا تفعلي. اتصلت بالأبرشية من أجل لينكن والأسقف فقط يستطيع. لن يلغي ذلك الحكم، سيؤجل. تريدين مساعدته؟ ابحثي عن من يريد موته. لا أحد يسعى لموته، كل الأدلة تدينه، كلها ملفقة. انتهت الزيارة. اعتني بنفسك. اليأس يجعلك متشبثا بالأوهام لأنك تنكر الأمر. ربما. لن أدعه لهم، لن أتخلى عنه. أهلا، بما أستطيع مساعدتكما في وضع السيد بوروس؟ نعلم أن لديك تأثيرا كبيرا في الحاكم. لا أسميه تأثيرا وليس كبيرا، نحن صديقان. نحن نعلم أنك معارض لعقوبة الإعدام. نعم، أعارض أشد المعارضة. في هذه الحال نأمل أن تقف إلى جانبنا هذه المرة. إن كان يحتاج إلي وطلب إلي أن أتدخل، فكيف أدير له ظهري؟ من عادتك أن تجيب عن السؤال بسؤال. لأنك تسأل أسئلة تطرح أسئلة أخرى. أترفض المساعدة؟ أنا لست رجلا مراوغا. أنت في العقد السادس من العمر. هذا صحيح. من المفترض أن تكون خبيرا بنظامنا الضريبي هنا. أخذ أرباح شخصية باسم ضريبة الكنيسة يسمى احتيالا كما تعلم. لن أسمح لك أبدا بأن تبتزني كي أتخلى عن موقفي. لن أسمح لك، لا أنت ولا غيرك. أعجبتني. طب نهاروك سيد كاليرمان، ما الذي يجعل الاستخبارات السرية مهتمة بالقضية؟ لأنه قتل شقيق نائب الحاكم. ماذا قلت؟ سمعتني. لقد وجدنا في بوناتشي، إن صوره أمامي الآن. يطلق لحيته ويرتدي نظارات، إنهم يحمونه لأنه شاهد. من الذي وجده؟ لا أدري، لم يكتب اسمه على المغلف، لكن وضع طائرا من الورق. طائر الأورغامي؟ أجل، مثله، مثل الأورغامي. تشارلز ريسمورلين صحيح؟ ألا أعرفك؟ عرفت امرأتك قبل أن تموت. أتعرف مارلا؟ أتقصد آن؟ كيف عرفتها؟ مصادفة في بوسطن. أيش في ويلمينغتون؟ بل في ويست ويلمينغتون. انتهى الاختبار، هذا وعد.